اي دور بيتعرض عليا ما بخافش بقى ده واقعي او لان انا بتعامل مع كل الشخصيات ان هي واقعيه. يعني انا لما باجي اعمل اي شخصيه اول حاجه بفكر فيها ان دي شخصيه من 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 الحياه. كل التركيبات اللي موجوده في الدنيا وكل التركيبات اللي موجوده في الدراما دي موجوده يا جماعه في الحياه وعايشينها والمؤلفين هيجيبوها منين. بصي انا بحب مش عارفه تصدقي بس بحب سوبرمان لما كان بيشتغل محامي صحفي يعني كلارك كنت. انا بحب كلارك كنت ليه؟ كلارك كنت كان بيلبس وانا صغير بيلبس الشميزات اللي فيها بلوفرات هو بس كان بيلبس النضاره ويقوم مقطع ده. طب انا الشوتس بتاعت اللي هي السوبر هيرو دي هي اللي معلمه معايا وانا صغير فاستني والله العظيم انا فاكر انا بكذب اصل انت عارفاني انا ببقى بقول بقى قلت والله مخلص قوي لما يجي لي دور والله العظيم اللي عامله. هو عامه ردود الافعال كانت بتجيلنا والمسلسل بيتعرض واحنا بنصور. يعني انا ممكن مثلا كنت بصور الحلقه مثلا الحلقه السبعه مثلا والثالثه تكون بتعرض مثلا او الثانيه تكون بتعرض. فده كان لطيف في فكره ان انت عرفتي انت فين. اكتر حاجه عجبتني ان انا كنت في اول حلقه كانت في منطقه خبز كده بانانيه ده واضح قوي في اول حلقه. ثاني حلقه بناخد الشخصيه لحته ثانيه خالص للجانب الانساني اللي فيها. فاللي عجبني ان الناس تعاطفت جدا مع بابا لما ظهر الجانب الانساني منها السني الناس تعاطفت جدا معاه. فانا هنا يا جماعه بعمل شخصيه لحم ودم ما انا بعمل شريره ولا بعمل خير انا بعمل شخصيه لحم ودم هيطلع منها الشر وهيطلع منها الخير وهيطلع منها الجدعنه وهيطلع منها القبس وهيطلع منها الحقد وهيطلع منها كل حاجه. وفي الاخر اترجم ده كله طلع لي وطلع من بني ادمه دي ليه. واحنا في الاخر ترجمنا ده بان هي عندها مشاكل في الثقه في النفس. انا بحب هاني سلامه جدا 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 مع يعني بحب الافلام السكه التيمه بتاعت الرومانس حتى الانجليش بتفرج على حاجات ليها علاقه بالرومانس كل واحد ليه سكه في كل تمثيل. حسين ابسط البساطه في الحب واصدق الكلام بيطلع ما عندوش مشاكل. محمد اصلا انا ومحمد صحاب جدا من زمان جدا ودايما يعني انا الاول ما اشتغلت المسلسل ده نوعيه التركيبات دي تبقي دايما حابه ان الممثل اللي قدامك اللي معظم شغلك معاه تبقي فاهماه وعارفاه وفاهمه رايح فين وجاي منين في كيميا ما بينكم في الحياه اصلا. فده طبعا كان مع رزق اول ما جيت مضيت وعرفت ان رزق هو اللي انبسطت جدا. هي الشخصيات انا ومحمد قعدنا على شخصياتنا مع بعض كنا دايما بنقعد نذاكر مع بعض. ممكن ادخل بقى اقعد اتفرج على الحاجات اللي بتتعمل غريبه جديده ناس متابعه على الانستجرام بس انا حرفيا مش يعني مش موجوده في يعني مش يعني عادي ممكن اتصور صوره بنزلها لنفسي كبني ادمه يعني في الحياه. انا بشوف بعد اليوم بالصدفه بعدها بقى فر كده اشوف ايه اللي بيحصل يا جماعه والدنيا ايه ايه والله ده انا كتر خيركم والله انا كده طب والله الحمد لله ما عنديش اي مشاكل وما بيأذنيش الكلام ده خالص نفسيا مش بيأذيني ومش بركز معاه. مين الفنان او الفنانه اللي نفسكم ان انتوا تكونوا في عمل هو موجود فيه او تمثلوا قدامه؟ دكتور يحيى الفخراني. ايه دكتور يحيى الفخراني انا ان انا قدامه مشهد. ولو فنانه لكامل انا بحب استاذ محمود حميده ده يعني لوحده بحب استاذ نالي كريم بحب يسرى استاذ يسرى الاثنين دول انا بحبهم قوي. كل احنا مبسوطين احنا جينا موجودين معاكم بجد النهارده ويا رب تكون الناس اللي اتفرجت على الحكايات تبقى مبسوطه مننا ويا رب اللي جاي بحاجات كويسه تثبت ان احنا ممثلين كويسين. سعيده جدا ان انا كنت معاكم النهارده وشكرا للناس اللي بتحبني شكرا لكم جدا وادعوا لي كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. كل سنه ومبتدا طيبه.